من اكثر الاخطاء الشائعه في النطق في اللغه الانجليزيه الكلمات في الانجليش اللي بتحتوي على سي اي ال وتي اي ال. هنعرف النطق الخطا عشان نتجنبه وهننطقها كمان ان شاء الله مع بعض النهارده بطريقه صحيحه. الفيديو ده ما يفوتكش، يلا بينا. اولا سي اي ال بتتنطق شيل شيل مش شيال، يعني الكلمة دي أغلبنا في الإنجليش بيقول عليها سوشيال ميديا. أنا مش عاوز بقى السوشيال دي، أنا عاوزها سوشيال شول سوشيال ميديا سوشيال ميديا. دي برضو مشكلة المشاكل، أغلبنا بينطقها سبيشيال نو سبيشيال سبيشيال أوكي شول شول سبيشيال. He always gets a special treatment، يعني هو دايما بيحصل على معاملة خاصة special. وتالت كلمة معانا facial، جاي من face أو الوجه، ففacial يعني حاجة تتعلق بالوجه. لما أقول لك مثلا his facial expressions are strict، يعني تعبيرات وجهه دايما قاسية أو مشدودة كده، تقولش برضو facial facial facial. نفس الكلام الكلمات اللي بتنتهي ب T-I-A-L برضو بتتنطق shall شول impartial على الحياد، يعني واحد محايد I'm impartial وعكسها متحيز partial شيل ال I M partial impartial. عندك كمان essential essential اوكي معناها ضروري جدا. This is an essential word if you want to learn English if you want to speak English، يعني كلمة ضرورية أو مهمة لو أنت عاوز تتعلم English اوكي essential. عندك كمان كلمة initial initial معناها اولي، يعني لما اقول لك مثلا what are the initial letters of your name what are the initial letters of your name، ايه الحروف الاولانيه او البادئه في الاسم بتاعك. يبقى افتكر c i a l shell بلاش شيال هي الشل، و ال t i a l نفس النطق برضو شل. لو الفيديو عجبك شير ولايك وسلام.